مرحبا بالجميع في قناة سعد الدهيمي على اليوتيوب. اليوم جولتنا عن هذا المتحف الرائع، متحف بلاك كاونتي، وهذا المتحف في الهواء الطلق للمباني التاريخية التي تم إعادة بناؤها. تبعد عن مدينة برمنغهام تقريبا نص ساعة بالسيارة، عن مانشستر أو لندن ساعتين ونص. افتتح هذا المتحف في عام 1978، منذ ذلك الحين أضافوا له أكثر من 50 متجرا ومنزلا ومباني صناعية من جميع المناطق اللي حولهم مثل ولفرهامبتون وغيرها، واجتمعت كلها باسم بلاك كاونتي، وهي قرية مبنية خصيصا، وتم نقل معظم المباني من مواقعها الأصلية تشكيل قاعدة من حيث يصور الحياة الممتدة 300 عام، خصوصا مع التركيز على عام 1850 إلى 1950. وهنا سيارات قديما ما بين 1850 ميلادي إلى 1950 ميلادي في هذه المنطقة. وبعد ذلك سوف ندخل الباص من الداخل، هذه أحد الباصات قديما في هذه المنطقة الجميلة. بخصوص أوقات العمل تختلف من فترة لفترة، لهذا أنصحك قبل السفر إلى هذا المتحف تشيك على المواعيد في موقعهم، وكذلك تحتم عليك حجز التذكرة أونلاين قبل السفر إلى هذا المتحف. التذكرة تقريبا 19 باوند و95 بنس للشخص البالغ، للطالب تقريبا 17 باوند و95 بنس، للطفل أقل شوية. والتذكرة إذا حجزتها أونلاين وحجزت الموعد مثلا بكرة على سبيل المثال، فيكون هذه عضوية لمدة سنة، يمكن لك زيارة هذا المتحف في أي وقت خلال هذا السنة بسعر واحد. سأضع رابط هذا الموقع لحجز التذاكر في أسفل هذا الفيديو على قناتي في اليوتيوب. هذا جراج دخلنا أولا في السيارة القديمة، هذا موقف الباص قديما، ويسارنا هي المدرسة، سوف ندخل المدرسة من الداخل. هذا الطابور كامل فقط عشان تاكل سمك، اكل بحري عندهم، والله اشوف مبالغه شويه. انتظر هذا الطابور اقول ضيع الوقت على الفاضي، يروح الموعد كامل حق الزياره، اني اقفل اليوم هذا المتحف الساعه 5 مساء. على اي حال، هذا هي المباني من الداخل قديما ما بين الفتره 1850 الى 1950، يعني خلال 100 عام. هذه محلات قديما مثل ما صيدلية ومحلات التصوير وبيع السلع. فالكريسماس يحطون فعاليات خاصة هنا، يزينون الشوارع بزينة الكريسماس وهو عيد المسيح، وهنا حاطين جولات وفعاليات في هذه الخيمة في هذه الحديقة، هذه الحديقة في المتحف نفسه.
هنا فعالية للأطفال يلعبون في الشارع هنا، يعلمونهم على اللعبات القديمة عندما كانوا يلعبون الأطفال قديما في بين العامين 1850-1950. هناك عجوز أو كما يقول أهل الجنوب الكهلة، تعلمهم طريقة اللعب. هذا محل الكيك، شوفوا لبس الحرمة كيف، يعني يحاولون يقلدون كأنهم قديمين جدا، يعني كأنهم في العصور القديمة. حتى اللي يبيعون في المحلات لابسين لبس قديم جدا، يعني يحاولون يوضحون لك ان هم عايشين في القرن القديم. What I'll do is quite here at the moment, my little just popped out and my father's at the union meeting. Things are Mars. And I never thought I'd still be at home. حتى مشغلين الرادي القديم، صراحة إبداع إبداع منقطع النظير، مبدعين لدرجة عالية جدا. To get them clean. That's it. Very good. Well done. راح المتحف رائع جدا للي ساكن قريب من برمنغهام، ولكن في نفس هذا المتحف
وأفضل منه بكثير، اسمه متحف بيمش ولكن بعيد عن برمنغهام. هذا يقع في شرق مدينة نيوكاسل تقريبا نص ساعة. سأضع رابطه في أسفل هذا الفيديو على قناتي في اليوتيوب. عندما تخلص من زيارتك في هناك محل هدايا وكذلك أشياء تذكارية تتعلق بهذه القرية الجميلة. أتمنى أن هذه التغطية نالت على رضاكم واستحسانكم. سأضع في أسفل هذا الفيديو على قناتي في اليوتيوب الأماكن السياحية في مدينة برمنغهام والأماكن التي قريبة منها. Oh.